مرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف التاسع. في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بشرحها ومناقشتها خلال هذه السنة. كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامك مصادر اللغة العربية، سيكون كتاب اللغة العربية منهاج وزارة التربية والتعليم، كتاب قواعد اللغة العربية أيضاً من منهاج وزارة التربية والتعليم، رواية الخيميائي ورواية لمن هذه الدنيا. أثناء هذه السنة سنتنقل بين هذه المصادر الأربعة، وبالطبع سيكون لدينا الكثير من النصوص الإثرائية التي قمنا باختيارها وانتقائها بما يتناسب مع موضوع وحدات هذا الفصل. تلاحظون أن رواية الخيميائي هي تتحدث عن قصة راع من الرعاة الأندلسيين، وهو شاب صغير حلم ذات ليلة بأنه وجد كنزاً مدفوناً. حلم مرتين، وأيضاً رأى أن الكنز مدفون في مصر عند أهرامات الجيزة. تجاهل هذا الشاب الحلم فقابل عرافة وأخبرها بما رأى في نومه. أكدت له العرافة وجود الكنز، وبالطبع قابل رجلا اسمه الملك سالم وقال له أنه وجد أسطورته الذاتية، ودعاه هذا الرجل إلى أن يبحث عن أسطورته الذاتية حتى النهاية. هذه هي الرواية، رواية لمن هذه الدنيا للكاتبة تغريد النجار. تدور أحداث هذه الرواية في شيكاغو ولبنان وفلسطين عام 1948. تحكي هذه قصة فتاة يافعة اسمها أروى، وتخوض أروى مغامرة لإيجاد دمية جدتها التي تركتها خلفها في يافا يوم هاجرت إلى بيروت في النكبة. أثناء مغامرة أروى ستمر برحلة شيقة إلى جذورها العربية وتتعرف على سعيد، ستزور لبنان وطن والدها، وكذلك تزور جدتها يافا. الكثير إذن من الأحداث التي تتجسد والتي من خلالها سنرى القضية الفلسطينية مع تغريد النجار. بالطبع مهارات اللغة العربية الكثيرة المتعددة: مهارة الاستماع، التذكر، السمع. هنا ذكر التفصيلات حول أحداث وردت في النص المسموع أو سلوك سابق أو لاحق لحدث ما. علينا أن نفهم المسموع ونحلله، التمييز بين الأسباب والنتائج في النص المسموع، نقطة التحول في النص من نقاط عدة معروضة. أيضاً تذوق النص المسموع ونقده وتعليل الأثر الجمالي للصور الفنية. مهارة التحدث، في هذا المهارة توظيف مهارات التنغيم الصوتي بما يتناسب أغراض الحديث والمشاعر دون افتعال أو مبالغة. بناء محتوى للتحدث، التعليق بموضوعية عن موقف أو حدث شوهد، التحدث في سياقات حيوية متعددة. أيضاً مهارة القراءة، قراءة الكلمات والجمل وتمثل المعنى، قراءة النص قراءة صامتة ضمن سرعة محددة، ثم قراءة جهرية سليمة معبرة ممثلة للمعنى، فهم النص المقروء وتحليله، استنتاج معاني الكلمات من السياق وتحليل النص القرائي، وأيضا
الكتابة، تنظيم محتوى الكتابة، التوظيف أدوات الربط بين الجمل والفقرات توظيفاً يحقق الترابط، الترابط السلس نقول، لا نشعر أن هناك بعض التكليف. أيضاً توظيف أشكال كتابية مختلفة. البناء اللغوي، هنا سنستنتج مفاهيم نحوية أساسية ومفاهيم نوظف هذه المفاهيم، وأيضاً سنتعرف إلى مفاهيم بلاغة. الآن نستعرض مادة الوحدة الأولى، التسامح والعطاء. سنأخذ من كتاب اللغة العربية الأخلاق ومهارات استماع محادثة، ومن كتاب القواعد الإسناد والضمائر المنفصلة. في القواعد والمهارات الإملائية سنتعرف إلى الضمائر المتصلة ونصوص خارجية، الأردن بلد الجمال، الحمامة والثعلب، كتابة قصة، كتابة مقابلة صحفية. هناك أيضاً نصوص بحثية إثرائية، عودة مغترب، لؤم اجتماعي، نورس للكاتبة الدكتورة مي بنات، وهمزة الوصل والقط. الوحدة الثانية، أبواب السعادة، كن سعيداً. كم تشتكي كتابة رسالة القاضي العادل، التحدث بأمانة، ومن كتاب القواعد والمهارات الإملائية، أسماء الاستفهام وألفاظ العقود، إنا وأخواتها، نصوص خارجية إثرائية، كتابة مذكرات، ومن عجائب جسم الإنسان. يا عزيزي الطالب، سننتقل إلى الفصل الدراسي الثاني، رواية الخيميائي. سيكون هناك كتيب الرواية الذي يحفل بالأنشطة البحثية بين تمهيدية، مادة نظرية لفن الرواية، التعريف بالكاتب، وأيضاً سنتعرف كيف سنعرض مقالاً شفهياً إبداعياً. أيضاً هناك كتابة المقال التحليلي. سننتقل أثناء هذه الرواية إلى كتاب القواعد والمهارات الإملائية، التوابع واو العطف. الوحدة الأخيرة من السنة ستكون الأخلاق الحسنة، خلال هذه الوحدة مهارات الاستماع والمحادثة. من القواعد سندرس النعت والتوكيد، أيضاً نصوص بحثية، قصائد، ذكريات، وأيضاً الرفق بالحيوان وأمثال عربية، الفرق بين القوة والشجاعة، قصة مثل، كتابة مثل وقصة. وعرض سريع وشامل لما سنتناوله خلال هذا الفصل وهذه السنة كاملة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.